السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك يا مولانا لو سمحت. تفضل. هل في 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 إتيان الزوجة في الدبر حديث باللعن في ذلك ولا حديث غير صحيح؟ في عدة أحاديث فيها سنديها ضعف لكن بمجموعها تصح، وإتيان المرأة في الدبر كبيرة من الكبائر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ عندي استفسار. تفضلي. ما حكم إتيان المرأة من الدبر دون إنزال؟ ألو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أتى امرأة في دبرها. كذا قال عليه الصلاة والسلام. يعني يا شيخ دلوقتي هي تبقى محرمة عليه ولا لا؟ ارتكب كبيرة إذا وافقته. ارتكب كبيرة إذا وافقته.